طيب هنروح لخبرنا اللي بعد كده. مصر تحصد فضيه مونديال الطائره وتضمن الصعود للالعاب البارالمبيه في انجاز كبير، اول مره لفريق الطائره جلوس. وعلى فكره بالمناسبه كانوا ضيوفنا السنه اللي فاتت وكانوا واخدين ثالث عالم، كانوا ضيوفنا السنه اللي فاتت وخدوا ثالث عالم لو تفتكروا الحلقه دي، وكان معانا الابطال دول كلهم اللي انتم شايفينهم دول، كانوا معانا في الاستوديو هنا واحتفلنا بيهم وكانوا خدوا ثالث. السنه دي عملوا انجاز اكبر وتوصلوا فاينل وخدوا الفضيه. منتخبنا الوطني لرجال الكره الطائره جلوس حقق الميداليه الفضيه في بطوله كاس العالم، واللي اتلعبت على صاله النادي بالمدينه الرياضيه بالعاصمه الاداريه الجديده. منتخبنا كان حقق الميداليه الفضيه دي بعد الخساره قدام منتخب ايران القوي حامل اللقب بنتيجه 3-0 وقت الاشواط 25-21 25-19 25-17، لان انت برضو خسران بشراحه. المنتخب كده ضمن المشاركه في الاولمبيات اللي جايه بالرغم من خساره النهائي، لان البطل العالم بس هو اللي بيتاهل. وده خلانا ضمننا الصعود لان ايران بطل العالم في اخر نسختين. شفتوا اكتر من كده حلاوه، لان كل مجتهد نصيب. انت النهارده البطل اللي بيتاهل، بطل العالم اخر نسختين، يبقى انت ضمنت كده وصولك للاولمبياد. البطوله دي شارك فيها 17 منتخب من دول العالم، وهي كانت اخر مرحله من مراحل التاهيل للالعاب البارالمبيه اللي جايه باذن الله، واللي هتكون في باريس 2024. والمنتخبات اللي شاركت في البطوله: الجزائر، البرازيل، كندا، الكونغو، فرنسا، المانيا، بريطانيا، الهند، ايران، اليابان، رواندا، الصين، اوكرانيا، منغوليا، هولندا، سلوفينيا، بالاضافه لمصر. انا بس حبيت اقول لكم الدول عشان الناس ما تفتكرش انها بطوله ضعيفه، دي بطوله عالم. منتخب كان صعد للنهائي بعد فوز على منتخب المانيا العنيد 3-1. بالمناسبه منتخب المانيا كان دايما بيقصينا من البطولات، احنا النهارده فزنا عليه. المنتخب شارك في البطوله دي بقائمه، قائمه الشرف مين بقى؟ ان شاء الله نحاول نجيبهم برضو كمان السنه دي نحتفل بيهم. هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، احمد محمد فضل، اشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، احمد محمد خميس، زكريا السيد، احمد محمد حسن، محمد ابراهيم، انور رمضان، حماده، سيد فارس، محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء ايمن العفيفي مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم باعمال المدير الاداري. الف مليون مبروك مبروك يا ابطال. انتوا النهارده بتتحدوا الاعاقه البدنيه، وبتتحدوا كمان الفرقه العالم القويه اللي جايه مستعده بشكل كبير. الف مليون مبروك، نتمنى لكم ان شاء الله اداء جيد في البطوله البارالمبيه، وان شاء الله جابوا لنا ميداليه زي بطوله العالم.